تشرب قهوة؟ أكيد بتحبها سادة. قلت لحالي طالما ساكن بهيك منطقة لازم يكون بيتك أحسن من هيك. هذا بدال ما تقدر كرم الأخلاق اللي عندي، بعد كل شي سويته فيني عم بستقبلك عندي بالبيت. ادخيلك على هالبيت إن شاء الله هالقهوة تقلب سم الهاوي على بدنك. هلا خلينا بالمفيد. المفيد إني طلعت أحسن منكم، لأنه كان لازم روح جيب الشرطة بعد ما هربت من البيت من عندكم. إذا سألوك نحن ليش هيك عملنا فيك، شو بدك تجاوبهم؟ مشان هيك مشتكيت عليكم. برافو عليك، هلأ صرت تفهم. أنا بفهم أكثر من اللي بزرك. أنا آسف، ما قصدت. المهم بدكم تدفعوا 7 مليون وأنتوا عم تضحكوا وتلعبوا. مجنون أنت عاصي؟ إن إحنا 5 ملايين كنا بدنا نقتلك كرمالهم. عن جد كنتوا رح تقتلوني؟ عن كذب، عن كذب. إيه بس أنا عن جد فرنك واحد تنقص 7 مليون ما بقبل. إيه وكل الله وكل الله. مو أنا اللي حأدفع لك، لذلك مو أنا حأتفاوض معك. الست ابتهاج هي صاحبة الشأن. هلا بزمتك هي ابتهاج، شو بتكن لك؟ تربني قرابة بعيدة. قرابة بعيدة ولا صاحبتك؟ استعلى حالك. ليش شو فيها؟ أنا إلي واحد صاحبي، صاحب وحدة أكبر من سته مو من أمه. هلا خلينا بمشكلتك. قصدك مشكلتك. بتسلم عليك ابتهاج وبتعتذر منك، وبتقلك إنه اللي سويناه فيك مزح لحتى نخوفك. مشان هيك اليوم عازمينك على العشاء. والله بدي أعتذر منكم، لأني ماني متعود أقبل عزيمة حدا ما بثق فيه. عاصم بدنا نكفي الحديث اللي ما خلصناه. اشرب قهوتك بعدين منشوف اذا خلصناه ولا لا. ما تشرب. معدتي عم تفرك علي، معي حموضة لازم اكل جوعان. تاكل معي؟ يخرب بيتك شو دمك بارد. برد الشاي استاذ. قلت لك انه ابتهاج خانو عزمتك على العشاء عنده بالبيت. وبالبيت كمان. لا سيدي ما حذرت، لا انت ولا هي. الحمار اذا وقع بالجوره مره بيغير كل الطريق. حاشاك عاصم بيك حاشاك. لا سيدي مو حاشاني، حاجتي بهدله. بتكفيني هالبهدله اللي بهدلتوني اياها؟ ورجيك كم جرح بجسمي؟ ورجيك؟ لا وعن شو؟ بده يقطعني شقفة شقفة ويحطني بالشنطة. قلت لك انه على ذكر الشنطة، الشنطة اللي نسيت عنكم بالبيت بدي اياها. يا بس هاي مهترية وحقها 10 ليرة. بالله شو؟ اه؟ معناتها بتدفعوا لي 7 مليون و10 ليرة، والعشر ليرات قبل السبعة. يا مسيك مسيك، مسيك. شو ها؟ موبايل. هذا هدية من الابتهاج مشان تتصل فيها وتحكي معها، ومشرج ب5000 ليرة، وهي رقمها. تفضل. إن شاء الله يكون ذهبي. بس لا مو ذهبي. يعني بفهم من هالحكي هاد إنه رح تخصموا حق هالشغلات هدول من 7 مليون؟ لسه بيقول لي 7 بطيخة مشان تعرفوا تغدروا فيني مرة تانية. ما رح يكون في مرة تانية. لك أنت شو اسمك؟ فؤاد. فؤاد شو؟ فؤاد وبس. شوف يا فؤاد وبس، أنا رأيي إنك تقنع إنها تدفع. إيه؟ وأنا رأيي إنه أنت اللي تقنع، بس مو ب7 مليون. أنا على بيت ابتهاج خانو ما بفوت لو بتنتفوني. أيوه، ووين بتحب نجتمع حضرتك؟ والله أنا رأيي بمكان حيادي، وأنا اللي حددته. أوكي، اتصل فيها وخبرها هالحكي. لسه ما شبعت، بدي آكل. الو؟ هلا يا رحاب. ابتهاج ابتهاج. منين عم تحكي؟ من الشغل؟
مستشفى؟ انت صار هالحكي؟ يلا يلا جاي على الطريق يلا. دوري على حدا كثير نجمة خفي. يعني قصدك رعبتني؟ طبعا لانك تاخرتي تلت ساعة على الموعد. ايه بس ليكك اجيت بعدي. وهذا فنجان القهوة اللي عم بيشربه لمين؟ شرف. اهلين استاذ اديب. كيفك سليمان؟ الحمد لله. سيد اديب سيد اديب. لحظة لحظة لو سمحت. مرحبا. اهلين وسهلين. في سؤال صعيب وغليظ شوي بس تحمله من عمك ابو تحسين. تفضل عمي. يعني لا تواخذني، كل يومين بتمر بتاخذ اغراض كتير من عندي، خضره وفواكه ورز وخبز، وانت عزابي يعني لا ولد ولا تلد. عدم المؤاخذه يعني مو مبين عليك اكل كتير، معقول تاكله لحالك؟ انت شو رايك معقول؟ انا عم بسالك يا سيد اديب. بصراحة أنا شكيت. بشو شكيت؟ يعني كأنه عم بتوزعن على الفقراء والمساكين. وشكك بمحله. إذا هيك بارك الله فيك. المركب اللي ما فيها شيء لله بتغرق لك عمي أبو تحسين. صح، بس ما تكون زعلت مني لأنه سألتك عن سحارة البندورة وتدخلت بخصوصياتك. لا لا ولا يهمك ولا يهمك. العمى ليش هيك التقى؟ عمي أبو تحسين أنت ما بيزعل منك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا الحق عليه، ليش لأحشر أنفي؟ سيد أديب سيد أديب، نسيت إلها بدير بالك. من شو؟ عم بيقولوا في مجرمين وقتالين قتلة مخبيين هون ببيت من البيوت الحارة، لذلك وقت تفوت على بيتك فعل منيح ولا تفتح لحدا بنوم. بس انا ما عندي شيء ينسرق عمي ابو تحسين. بلا في الروح، الروح بيسرقوها بدل المصاري. دير بالك سيد اديب. والله معك حق، انا كثير ممنونك على هالنصيحه. بتسمح لي اقول لك هلا خاطرك؟ مع السلامه. اهلين سيد اديب، مع السلامه. الله معك. تصرف يا ابني. بدكم تنقلولي على السجن سيدي؟ شو الظاهر يعني انت مبسوط عنا هو؟ سيدي اكيد احسن من السجن. بتعرف ليش؟ لانه هون عم تنام بغرفه لحالك. لاني ما بستاهل وانت بتعرف هالشي سيدي. لاني بعرف هالشي قررت ابعتك على البيت مو على السجن. معلمك أسقط حقه وهي أجرة الخمسة أيام اللي اختلفتوا عليها. منك سيدي؟ طبعاً مو مني، لأنه أنت ما كنت تشتغل عندي. طيب والحق العام؟ أنا اعتبرت الشيء اللي صار خناقة عادية ما فيها نية الأذى، واعتبرت معلمك هو المسبب، وأنت كنت بحالة الدفاع عن النفس وصار لك عنا ثلاثة أيام حاجتك. كتر خيرك سيدي، أنا ممنونك. بس أنا مو ممنونك. من وقت ما أجيت لعنا المرة الأولى أنت وراتب موسى، وقتها حذرتك، قلت لك لا تحل خلافاتك بالعنف. سيدي بس هو اللي حتى لو استفزك، حتى لو استفزك يا أخي، ترك له أجرة خمسة أيام وامشي. مبلغ مثل هاد ما رح يغنيك، ربك ما بيضيع حق حدا. مزبوط سيدي مزبوط، معك حق، والدليل إنه أرضنا رجعت لنا. عود لشو؟ عود عود. شو قصة أرضكم بقى هاي؟ أنا انكشفت يا شباب، وإذا أنا انكشفت أنتوا صرتوا مهددين. لك أنت شو عم تقول؟ أبو تحسين البقال كيفك يا حاب؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كيفك خالي؟ كيفك عمو؟ الحمد لله.
من الله مناح من عبيده لا. وانا اخو رم. اهلين حبيبي. هذا فؤاد. اهلين يا ابني. سيارة طرقتك؟ موتور. شو اعمى؟ بالعكس مفتح كثير. وهو قصدا طرقني. شو؟ الشاب اللي تقتلت انت وياه قدام السوبر ماركت. عم تحكي جد؟ ايه بس كمان شو سلموه للشرطة. ما بكفيكم شو؟ كان لازم. يا بابا الحمد لله اللي اجت هيك وبس. الحمد لله. بس والله كأنه سيارة طرقتك. لا لا. رجلي مشهورة شوي وايدي كمان. وكتفك؟ ردة خفيفة، ما سمعت شو قال الدكتور. يخرب بيته شو مجرم. ايه والله يا ابني مجرم. عمو أنا آسف إنه عم نتعرف بهيك ظرف. نصيبة يا ابني. ومكتوب عليها هالشيء. عمو أنا بيشرفني إنه أطلب إيد بنتك ريحان. وحدد الوقت المناسب وبجي أنا والبابا والماما وبنتشرف بزيارتكم. مو لا تقوم بالسلامة يا ابني. يا سيدي هذا كرم أخلاق منك، بس إنك تنزلها بسعر التكلفة كتير، بعدين هي كميات كبيرة. الأنسة سوسن غالية علي كتير، وكنت بتمنى بالفعل ما أخذ مصاري نهائياً. والله هذا الكرم ولا الله، أكيد بده منها شيء. هو إنه أوعك تغلط. لساتني مصر إنه بسعر التكلفة الخصم كتير، هذا غير خصم الشحن. هي لوحدها بتطلع بلاوي. هي أول مرة بشوف حدا بيحتاج على خصم بصح له. لأنه بعمرها ما صارت. معروف عنك إنك أسعارك ثابتة دائما. قلت لك السبب. أيوه. لأنه غالي عندك. طيب يا سيدي بتسمعنا؟ لوين؟ ما صار لكم خمس دقايق واصلين، على الأقل نشرب فنجان قهوة. أنا حبيت أتعرف عليك، إن شاء الله رح نشتغل مع بعض على طول. فرصة سعيدة، تشرفني أعرف. شرفي. أنا بقياني سؤال. كيف؟ بشرب فنجان قهوة وبعدين بمشي، عندك مانع؟ لا لا ما عندي أي مانع، بس أنت تركت سيارتك قدام الشركة عنا. إيه ما في مشكلة أنا بوصلها. لا ما في داعي عزبك، باخذ تاكسي. ولو؟ شو هالحكي؟ ما بصير أنا بوصلك. أنا أزوجه. تشرفنا معرفتك. يا ريت بس بدك تيجي تاخذي السيارة من عندي تطلي علي شوي. لشوف شو بصير معي. راح اطلب فنجانين قهوة. ليش حاطينك هون؟ ليش مو بالغرفة لحالك؟ من الإسعاف جابوه لهون، قال ما في غرف فاضية. عمو بعد إذنك، أنا بدي نقل على مشفى خاص. ما في داعي فؤاد. مو معقولة تنامي هون والناس عم تتوجع، بصير تتوجعي مثلهم. بتعود عليهم. طيب كم يوم حتبقي هون؟ بس أقدر أمشي على رجلي بيطلعوني. معناتها اليوم تنتقلي على مشفى خاص. يا عمو نحن مو قدرتنا على المشفى الخاص. عمو مين قال لك إنه أنت رح تدفع قرش واحد؟ وحياتك لحطها بأحسن مستشفى من البلد. هلأ هذا شاب وشاكر شاب؟ يعني هذا أحسن؟ بس وعشان شاكر زفت. عنزلكم شوي. ألو؟ يعطيك العافية دكتور. تتهني تتهني بهالعريس يا بنتي. إمو لنشوف أبوه بالأول؟ إن شاء الله. شو شايف عاداتك وصرتي تشردي مثل حكايتي؟ هي طلبت لك القهوة وما شربتيها. مو جاي على بالك. يعني انت قلتي لي انه انا قلت هيك لانه مو جاي على بالي اطلع معه. وهو انزعج ليش ما طلعتي معه؟ هو زعجني بكلامه. يبدو لي انه العلاقة بينك وبينه اكثر من علاقة شريكين. يعني واضح انه لك معزه خاصه عنده. بس هذا ما بكفي انه امشي على امره. بلكي بغار عليكي. ما بحق له.
والله إذا بحبك بحق له. بحبك ما هي؟ ما بعرف. وأنت بتحبي؟ أنا آسف إذا كنت عم بتدخل بشي ما بيعنيني. طيب أنت كيف شفته؟ يعني شو الانطباع اللي تركه عندك هيك لأول مرة؟ بهالجلسة القصيرة؟ بهالجلسة القصيرة؟ وفيني أحكي بصراحة؟ بصراحة تامة. شخصية مهزوزة، معدومة الثقة بالنفس. يعني هذا الشيء ظهر لما كان عم يسأل على موضوع الحسن. بعدين نظراته إلي وإلك كأنه كان عم يراقبنا. وأنت انتبهت لهالشيء؟ ولما قلتي إنك بدك تضلي هون خاف وكان رح أخطفك منه. وهذا إذا بيدل على شيء بيدل على إنه ما عنده جنس الثقة فيكي. قد ايش صار لكم بتعرفوا بعض؟ فترة قصيرة. وناويين تتزوجوا؟ ما بظن، لأنه اليوم فاجأني كثير. بظن إنك لسه ما شفتي شيء منه. كنت أقول لحالي إذا سوسن الأزهري بدها تختار رح تختار أحسن شاب بالدنيا. أكيد ما رح تختار واحد بمواصفات عماد. أنت بقديش أصغر منه؟ أنا فرق السن مو مشكلة عندي. لكن وين المشكلة؟ المشكلة إنه أنا هلأ ما عم بقدر شوفه مثل ما كنت شوفه بالأول. وما سألتي حالك ليش لهلأ ما تزوج؟ متزوج وعنده أولاد كمان. لك يا سوسن حرام عليك. معقولة أنت؟ معقولة زدتي حالك هزتي؟ معقولة تقبلي بواحد متزوج وعنده عيلة ومهزوز بس لأنه معه شوية مصاري؟ أنا ما بسمح لك. أنا اللي ما بسمح لك. ما بسمح لك تزدي حالك هزتي على القليلة بحكم معرفتي القديمة فيكي. لك حرام عليك. شو عم تساوي بحالك؟ واحد قبل الزواج بيتعامل معك بهالطريقة، بكرة بعد الزواج كيف رح يتعامل معك؟ بيقفل عليك باب البيت سبع طقات وبيحبسك جوا بس لأنك صغيرة وحلوة؟ عموما أنا ما قلت له موافقة لحد هلا. وشو ناطرة؟ قلي له إنك موافقة. سوسن شو عم تعملي بحالك أنت؟ كرمال الله شو عم تعملي بحالك؟ لك أنت سوسن الأزهري بنت أرقى عائلات البلد. وقت اللي كنا بالجامعة كان في 100,000 واحد بيتمنى نظرة منك، وهلأ 3/4 شباب البلد بيتمنوا يرتبطوا فيكي. ليش؟ ليش هاد بالذات؟ أنت بدك واحد أصغر منه، واحد مو معقد، متحرر من هالعقد الشرقية السخيفة لأنك أنت متحررة. بدك واحد يحبك، بدك واحد كان يحبك من زمان. أو أنا آسف زلت لساني.